لغاية أيام قاسم بيك أمين لغاية بداية القرن العشرين الستات ما كانتش بتشتغل. حلو. احنا بنتكلم هو بيتكلم على الجيل القديم مثلا من السبعينات او من الثمانينات. الستات ابتدت تشتغل في السبعينات والثمانينات من اول الخمسينات. جمال خلينا في السبعينات. جمال عبد الناصر خلى الست وزيره وخلاها عضوه مجلس نواب ساعتها. ابتدت الستات تشتغل. الستات كانت بتشتغل ايه زمان؟ كانت بتشتغل يا مدرسه يا موظفه حكوميه يا دكتوره يا دكتوره. وبعد كده شويه جينا بقى من السبعينات ابتدت تشتغل مضيفه طيران وابتدت تشتغل في اوتيل. في الاربعينات كنا بنشوف الستات بيبيعوا في محلات الهدوم. حتى كنا بنشوف في الافلام كانت الست اللي بتبيع في محل الهدوم هانم طبعا راجل بتبيع طبعا صدناوي وعمر بيع فندق عمر فندق وبنزيون وعدس وجاتينيو وكل ده. جينا بقى دلوقتي بعد اواخر التسعينات ابتدت تنشا ثقافه الماركتنج والسيلز والسيلرز والبايرز وابتدينا نشوف ان الست اصبحت مديره وابتدت تظهر شركات كتيره جدا وشركات كبيره جدا وابتدت تظهر مصانع وابتدت فعلا تظهر الست بجد. حلو. يعني كان زمان ما كناش سهل ان احنا نشوف مديره. طبعا اكيد. واول حد ابتدى يتكلم في الموضوع ده فاطين عبد الوهاب لما عمل لنا مراتي مدير عام. يعني ايه مراتي تبقى مديره عليا؟ فعلا دلوقتي بقينا بنشوف الست المديره دي بقت كتير قوي. بس ده مش غلط. فهو تفاصيل المجتمع نفسها وعناصر المجتمع فعلا ما بقتش زي زمان. صح. يبقى احنا محتاجين يعني احنا محتاجين نطور زي ما الحياه اتطورت مع السيدات. احنا كمان الرجاله المفروض دماغنا تتطور معاهم. ما هي تطورت. لا المفروض نعمل حدود. انا من رايي السوشيال ميديا بقى عملت حوار تاني خالص بالنسبه للراجل والست. كان زمان الراجل الكبير يتعرف على الست دي فين؟ يا قريبته يا جارته. حلو. يا في النادي. وطبعا الناس اللي كان بيروحوا النادي ده برضه كان مستوى معين. يا الخطبه. يا الخطبه. يعني انت متخيل لغايه 70 80 سنه فاتوا كان الراجل ما بيشوفش الست اللي هيتجوزها. دلوقتي ما شاء الله السوشيال ميديا خلت الراجل باشا. طبعا. اي بنت تعجبه يعمل لها اد فريند ويبعت لها مسجات. بتشوف المسجات الاثر دي بتجيلك؟ انا ما بقدرش بس الصداقه والزواج ما بقدرش. بنشوف انا عامله برايفسي ما حدش يعرف يعمل لي اد اصلا. فاحنا دلوقتي المجتمع بقى منفتح على بعضه بطريقه غير طبيعيه عن زمان. ما فيش حدود. انا دلوقتي بقى اقدر اتعرف. انا دلوقتي انا ممكن الاقي واحده صدفه اشوفها في الشارع ارجع البيت الاقيها طالعه لي في فريند بيبول يو مي نو. حلو. انت ايه ده سحر ده ولا ايه؟ مستفزه الحكايه دي قوي. ده سحر ده ولا ايه؟ فاحنا بقى الموضوع اسهل واسرع. طب فاكر زمان يا ممدوح احنا صغيرين شويه لو كنا اتعرفنا على بنت معجبين بيها كنا بنتكلمها على ايه؟ على تليفون البيت وهي تقول لك انا بقول ايوه ما بقولش الو قول لي احمد موجود عشان لو بابا جنبي يقول لك النمره غلط ويبقى الساعه كذا يوم كذا هنتكلم. يعني مثلا الساعه يوم الاثنين الساعه 7 الخميس اللي بعد اللي جاي قبلك عند البولينج بتاع النادي. اوكي. طبعا. الساعه 8 طبعا. تفضل قاعد لغايه الساعه 10 ما عندكش مشكله عادي. كام جواب عشان تاخدهم تقراهم في فتره اللي انت بتشوفها. دلوقتي جه حصل ايه؟ الموبايل خلى للبنت اسرارها. طبعا. خلى الولد يقدر يتكلم براحته. كان زمان الراجل لو في واحده هو دلوقتي عارف واحده على مراته هتكلمه فين؟ اتكلموا على تليفون البيت. دي مصيبه سودا. طبعا. على تليفون البيت مين اللي بيرن عليك الساعه دي؟ لكن دلوقتي الموبايل بتاعه ومعاه خط ومعاه اتنين وباسورد فهو الموضوع دلوقتي بقى اسهل في التعارف. حلو. بقى اسهل للخيانه وفي دلوقتي مفاهيم تانية طلعت ما كانتش موجوده عندنا زمان.